مستجدات قانون المالية 2023 شكل موضوع محور لقاء نظم بمدينة مراكش. اللقاء سلط الضوء على أهم المقتضيات والمستجدات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023. هذا اللقاء تيجي في اطار برنامج العمل اللي سطرته الغرفه، اللي فيه تكون في واحد المجموعه ديال التكوينات، واحد المجموعه ديال الايام دراسيه، مجموعه ديال الورشات الى غير ذلك، لفائده المنتسبين ولعموم المقاولات بصفه عامه والمهنيين في الجهه. تميز اللقاء بإلقاء عرضين مفصلين تمحورا حول أهم المقتضيات الجبائية الواردة في قانون المالية لسنة 2023، لا سيما تلك المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية. فرصة لنا باش نعاودوا نجدوا اللقاء مع الغرفة أو الأعضاء ديالها والمنتسبين ليها. المبادرة تندرج في إطار سلسلة من اللقاءات تنظمها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي، تسعى من خلالها إلى المساهمة في التعريف بمختلف المقتضيات والمستجدات القانونية.